رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة عبر هوا يوم جديد. المحطة هلأ مع هاني نصار رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان. أهلا وسهلا فيك هاني. أهلا فيك. صباح الخير. صباح يا هلا دكتور فادي نصار اختصاصي بأمراض الدم والأورام. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. أنا كنا بمقابلة سابقة وهلأ كمان أنت معنا. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء هاني، يعني تبعناكم على فترة زمنية كتير طويلة حضرتك وبربارة. بربارة للأسف فارقتنا، وهلأ في جمعية بتحمل اسمها جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان. خبرنا شوي عن هالجمعية وعن نشاطاتها. صحيح، بربارة وقتها قبل ما توفت بكم يوم أخذنا علم وخبر لتأسيس الجمعية لدعم مرضى السرطان اللي عمرهم فوق 18 سنة. أغلبية الجمعيات بلبنان بتدعم الأطفال، هذا حق كمان الكبير له حق انه يكون مدعوم، انه يكون عنده يكمل علاجه بكرامه. هذا السبب الاساسي يلي نحن طلقنا فيه. هلا ب 2015 بطل 2015 بط هو شهر عالمي لدعم مرضى السرطان. اطلقنا الجمعيه، اطلقناها بلشنا بفلاش موب غنيه هواره بتعطي الامل والفرح لكل انسان يعني يقدر يتخطى عذابه ويتخطى يأسه، تعطي هيك رجا بالطريقه اللي بربارة عاشت فيها المرض. انطلقنا نحن خلال سنه 2015 مثلا، اشتغلنا كثير على موضوع التوعيه بالمناطق البعيده. اخذنا صرنا عاملين لحد هلا 160 محاضره بين المدارس والنوادي والضيع مع اطباء الامراض السرطانيه، 15 ندوه بالمناطق كمان. نعم. عم نحكي من حصبية للشمال. وأكيد على قد الإمكانيات بلشنا نقدر نوقف حد بعض المرضى لحتى يقدروا يكملوا علاجهم بكرامة. بعطي مثل كتير بسيط، في الأدوية اللي بيخدها مريض السرطان هون جايب معي، فرجتني اياها وبحب تفرجينيها لأصدقائنا المشاهدين على كاميرتك. الساشي العلبة عادة فيها ثلاثة، هي الساشي وحدة، الساشي الوحدة حقها 2000 دولار، العلبة تبع هيدا الدواء حقها 6000 دولار. في عنا 13000 دولار، في عنا 10000، في عنا 2000، هول فرطات صاروا للأسف. بلبنان الدواء أكيد وزارة الصحة بتأمنه مشكورة، إنما لأسباب إدارية من بعض الأوقات الوزارة ما بتعطي كامل الدواء أو بينقطع بشهر من السنة. المريض قدام حلين، يا أما بده يوقف، يا أما بده يروح يقعد يبيع سيارة، يبيع شو عنده لحتى يقدر يكمل علاجه. نحن بطريقة هالأدوية صرنا عاملين مساعدات بقيمة 150000 دولار من وراء بس مريض يوقف علاجه لسبب أو لآخر، هو أو أهله بيدقولنا بيعطونا الدواء، نحن نعطيه لمريض مأخر عليه الضمان لحتى يدفع له ليقدر يشتري تاني شهر، أو مقطوع من الوزارة. نعم. إذا عم نحكي كضمان، فرق الضمان 5% بس، كمان مشكور الضمان بيدفع 95% من هالأدوية. بس أنا بعطي مثل جدا بسيط، إذا دواء حقه 10000 دولار، ال 5% هي 500 دولار على دواء واحد. إذا بتتذكري مرة حكينا نحن بربارة كانت تاخذ 45 حبة دواء بالنهار. صحيح. أكيد مش كلهم هيك سعرهم، إنما مريض السرطان خاصة بمرحلة متقدمة عنده مصروف كتير كبير. ففوالا بهالجمعية اجت لتساعد. عندي صور عم بقول لي المخرج، ولكن هلا بناخذهم جارو. بس لحظة خليني أحكي شوي مع دكتور فادي نصر اختصاصي بأمراض الدم والأورام عن مشاكل مرضى السرطان. يعني في كتير مشاكل هالمرض إلى ازدياد للأسف يا دكتور. الأدوية إذا بدنا نحكي بأسعار باهظة جدا، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود. في نقص بالبلد بأدوية كتيرة هيك، يعني أمام هالصورة الرمادية. حكينا قبل أنا وياك، أنا وياك قبل مرة عن تطورات، أنه كمان في تطورات جديدة بهالمرض. شو فيك تخبرنا؟ أنا بدي أذكر أنه المشكلة أمراض السرطانية بتدق بكل شخص حوالينا. ليه عم بقول هيك؟ لأن شخص على ثلاثة يصاب بمرض السرطان، مرأة على ثمانية تصاب بسرطان الثدي، رجل على سبعة عنده سرطان البروستات. بس تقول قديه كتير هالأمراض، وكلنا بنعرف من حوالينا بهالمشكلة. تاني شغلة بدي زف أخبار حلوة كمان، أنه أمراض السرطان عم تتحسن كتير. يعني نحن بنعرف أنه قبل كنا نقول بس تكون ستاد أربعة، يعني منتشر المرض، هالمريض بس منطول له عمره ما بقى فينا نصححه. لازم نعرف أنه إجت أدوية جديدة، هالأدوية بتشتغل على المناعة، والأدوية هيئتنا عم بتحسن كتير أمراض السرطان، وعم بتحسن. في أمل إنه في محلات بلشنا نصح من أمراض السرطان لو كان منتشر المرض، لكن في أمل جديد. بس المشكل مثل ما حكينا قبل شوي، المشكلة هي التكاليف، وهالتكاليف جدا باهظة. بتقولي لي شو مشاكل مرضى السرطان بلبنان؟ عندنا مشكلتين.
أول مشكلة برجع بتشكر الدولة اللبنانية، لأن أنا بعرف شو عم بيصير بالدول اللي حوالينا، ما في ولا دولة حوالينا عم تعمل مثل ما عم تعمل الدولة اللبنانية، وهذا بالفعل شيء يشكر عليه لبنان بهالقيمة المضافة، يعني عم تعطي لمرضى السرطان هالأدوية ببلاش. بس لازم نعرف انه في كثير هيئات ضامنه، وبلبنان من اكثر الهيئه الضامنه هي الضمان الاجتماعي، كمان جدا جدا مشكوره على الموضوع لانه بيعطي 95% من حق الدواء. بس لازم نعرف انه الادويه الجايه بالفعل كثير غاليه، وحتى هال 5% هي مثل ما عم تقولي حضرتك على الناس اللي عندهم دخل محدود مشكله كبرى، يعني بس قول انا 500 و600 دولار بالشهر هيدا جدا كثير على المريض. على اساس هيك عم نشوف مع الضمان كيف نلاقي حلول للاسف لهالمرضى، اذا فينا نعمل مثل البلدان المتطوره في امراض معينه بيغطوا 100% على هالمرض. ثاني شغله لازم نعرف انه مرضى السرطان غير الدواء عنده مشاكل حد المرض، يعني في مشاكل بالعائله بده حدا يساعده على طول، بده حدا يكون موجود معه على طول، وللاسف للاسف بلبنان ما في هالمساعده الموجوده برا، يعني بيعطوا مساعده لهالمرضى من شو ما بدك، ان كان ماديه وان كان معنويه وان كان يوقفوا حدهم وان كان يفهمون وان كان يفسرون على تفاصيل بسيطه، يعني كيف يروح يجيب الدواء من وين يجيبه ليش يجيبه بتاخذ معه وقت طويل، وهيدي شيء مهم يبقى في مؤسسه مش خاصة بالطب، يعني مش طبابة مثل المؤسسات بربرة نصار تتفوت بهالتفاصيل تساعد المريض، إن كان بفرق الدواء كيف تساعده تجيب فروقات الدواء بسرعة إلى آخره، كيف توجهه للوزارة ومين يحكي وكيف يحكي وإلى آخره، يعني بده يكون في متابعة على المريض ما ينترك لحاله مثل ما بيصير على غرار البلدان الأمريكية يعني المتطورة، دايما في حدا بيتابع على المريض، نحن هيدا اللي بحاجة له. وهودي أكتريتهم بيبقوا برا بينيفولا يعني بيساعدوا المريض بدون لقاء مصاري، يعني بدون مقابل نعم. وبيبقوا في عندهم مثل بالإيمان، أنا بقول لهم بيبقوا عندهم رسالة، وهي الرسالة مهمة كتير، وبس نحس إنه في رسالة مثل ما كلنا بنعرف، بس يكون واحد عم يشتغل من قلبه مثل بمؤسسة بربرة نصار، بس يشتغل من قلبه لأن في حرقة ومن وراء هالمساعدة بتجي من القلب وبتساعد من القلب، وهي مهمة لهالمرضى اللي بيبقى محروق مسينهم من المشاكل اليومية اللي عند بيواجهوها مع المرض ومع كل المشاكل اللي بتجي حول هالمرض. 100% دكتور. نحن في صور حضرنا يهن المخرج جارو جبور منتقل منشوفهم سوا بتعلقوا عليهم. هون كنا مشتركين بمعرض بالفورم دو بيروت، الفولونتير هون عم بيرقصوا على هوارة مرضى السرطان، يعني كان شهادة، كنا عم نحكي وقتها كان معرض بيتعلق بجمال المرأة وكل شيء بيتعلق بجمال المرأة، طلعنا نحن على الكات ووك قلنا لهم كمان جمالكم بجنن إنما جمال الروح هو الأساس، جسدنا أوقات كتير رح يضعف إنما روحنا لازم تضل حلوة مثل ما بربارة شريفة هالضحكة دايما بتبقى على وجهها. هون إيفنت بيبقى في فاندريزينج، صارت جمعيات ومؤسسات ومدارس دايما بيتصلوا فينا لحتى نعمل يبلشوا يدعمونا. هيدي لعبة عملناها هي هيومن بيبي فوت، عم نشغلها بالمدارس من ناحية بتوصل المساج بطريقة حلوة للتلاميذ، لحتى بس بدك تغيري جيل بتبلش تغيري بالشبيبة. نحن بلبنان للأسف عنا ما بنسميه باسمه هيداك المرض، يعني أنا في كتير أشخاص بقى عم بحكي معهم يا بغمضوا عيونهم يا كذا، في فوبيا بعد من تسميته حتى الخوف سرطان. من اسمه فمع نعم. الشبيبة أنه لا عم نعود أنه بدك تنتصر على المرض يكون بدك تسميه باسمه. تاني شيء أنا للأسف بسأل سؤال دايما بالمدرسة، بيبقى في 400 تلميذ تنقول بالمسرح قدامي، مين في بعائلته أو كان في مريض سرطان؟ هالسنة 80% بتلاقيهم رافعين إيديهم، نسبة كتير 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 ازدياد للأسف مزدادة يعني. وهون مثل ما عم تشوفي بلشنا نقدر نوقف على اجرينا، يعني بالمطاعم على الطرقات نوزع فلايرز سيديات كذا لحتى نقدر نجمع الليره لنقدر نبلش نساعد على قدنا. انما هلا اكيد نحن عم نشتغل بطريقه شركات تصير تدعمنا، نتوجه لشركات الادويه للخارج للاشخاص الميسورين بلبنان، نحن عن جد بحاجه لكتير دعم لحتى نقدر نكمل مع كل المرضى يلي عم بيتصلوا فينا. هون بحب أعطي رقم تليفون الجمعية يلي بحب يدعم أو يلي بحب نقدر نوجهه إذا هو بحاجة لأي مساعدة، هو 03
6-91-6-24 0-3-6-91-6-24 هون بإحدى الندوات بحصبية. يعني تخيلي اخر ما عمر ربنا طلع يعني معنا دكتور فادي نصر بكل بقعه من بقاع لبنان عم بتكونوا عم تتواجدوا. بدي ما يمرق الوقت قبل ما نذكر بخمس شباط، يا ريت بتذكرهم هاني. خمس شباط نحن عم نحضر هلا جالا دينر باوتيل رويال، هو بمناسبه اليوم العالمي لمرضى السرطان وذكرى السنويه الاولى لتاسيس الجمعيه. هو جالا دينر رح يكون في انترتينمنت، الفنان زياد برجي رح يكون عم بيغنى معنا. الحلو انه فريق من الاطباء كمان رح عاملين باند رح يعزفوا ويغنوا، وفي مغنيه الاوبرا لارا جو خضار مع الي شحود برفقه رح يكونوا ك انترتينمنت كلهم سوا عم بيكونوا معنا، واكيد عاملين شيء بيعجب الكل وكل الاشخاص اللي بتحب كمان انه تدعمنا وتجي تحضر وتكون حدنا بهال جالا دينر. فيها ترجع تتصل على نفس الرقم 03-691-6-24. دكتور نصر رح تكون معهم عم تعزف مع الدكاترة عبد ربكي أنا دكتور نصر. بس أنا بهمني ضوي أنه في كتير يعني قليل المساعدات للناس الكبيرة للناس الفوق 18 سنة، وهذا لازم نضوي عليه. ليه عم بقول هيك؟ لأن أوقات كتير منقول إنه هيدا كبر خلص عمره شو ليش بدي ساعده، بس لازم نعرف إنه هالمرضى عن جد عن جد عن جد بحاجة لمساعدة من كل أنواع المساعدات، إن كان مادية إن كان معنوية إن كان تمسك له إيده كان نضو عليهم. والأهل دايما بيبقوا يعني ما بخبرك شو بيبقى حيلة الأهل والمجتمع وحول هالمريض، شو بيبقى صعب وشو بتبقى يعني كأن في سكين بالخاصرة بهالعيال. هيك بدهم مساعدة، وقت كلمة بتنور وبتساعد، مش عم بقول ضروري مصاري يعني كلمة، وهيدي مهمة نشجع بلبنان هالبينيفولا. يعني أنا وين ما عم بروح عم شجع بينيفولا، لأن بس بتسافري لبرا بتتفاجئي إنه أكترية الأشياء الصغيرة اللي بيعملوها هالبينيفولا بيضووا بيساعدوا يعني بشكل عظيم هالناس. بلبنان ما عنا بعد هالروح البينيفولا، يعني يجوا يساعدوا بدون مقابل لهالناس، خصوصا بهالدومين اللي هو للأسف للأسف بعد عنا مشاكل كبرى. وللأسف للأسف مثل ما بنعرف مثل ما كلكم تعرفوا انه اوقات كثير المريض ما بيصحى من المرض، ودائما بقولوا انه زي ما زال مش رح يصح لشو بدي اعيش انا هالحياه، بس بهالمعاناه بهالوقت هالمريض اللي بيكون فيها بده مساعد وبده حدا يمسك ايده 100%. دكتور نصر يعني اللي عم نشوفهم كلهم اللي عم بيصير معهم كيات، ان كان مسيو هاني او الله يرحمها مدام بربارة، يعني العائله او الانتوراج عم بيقلبوا هاللحظات لحظات الضعف الى قوه، عم بيستمدوا من الالم يلي عشوه سعاده. شفنا هلا مثلا الصور قد فيها سعاده قد فيها حب الحياه قد فيها روح الاستمراريه، هيدي الروح قد ايه نحن لازم نشتغل عليها مع مريض السرطان اذا كان بمحيطنا. اساس هيك لازم نساعده، لان مش مثل كل يعني بنشوف جميع انواع العيال ونحن بنشوف اوقات ماساه بالعيال بهالموضوع. اساس هيك لازم نتقبل مرضنا، يعني لازم نعرف كيف نتقبله ونمسك ايدين هالناس حتى نقول لهم انه في امل بالاول مثل ما حكيت، يعني في امل جاي. اساس هيك بدنا نساعد هالمرضى قد ما فينا نعيشهم زياده لهالامل الجاي نقدر نوصل له. تاني شغله لازم نعرف انه بدهم مساعده، يعني هالناس ممكن يكونوا هيك يعني لازم مساعده، لان دائما زيت الحديث بيجينا يا حكيم انا اول مره بصير معي هالموضوع ولا مره بعد صار معي هالموضوع، شو بدي اعمل كيف بدي اعمل؟ وقد ما يكون نحن عندنا وقت تنحكي بهالمواضيع بدك ناس يعني متفرغين بجابول بالحب بالبينيفولا، يعني هي مهم كتير حتى لي يفسروا بجابول كلمة وين يروحوا وين يجوا. وهذا بدي الشعب اللبناني يعني الجمهور اللبناني يبلش يوعى هالبينيفولا حتى لي نمسك إيدين بعضنا، لأن مثل ما بتعرفي قد ما نكون ما فينا لنمسك إيدين بعضنا تنقدم لقدام بهالموضوع. وهذا مهم كتير 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 هالبينيفولا يرجع يتقوى بلبنان حتى نساعد بعضنا ونوصل لنتيجة 100%.
أنا بدي أشكر وجودكم معنا الصباحي. أهلا وسهلا فيكم مسيو هاني نصار، رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان. أهلا وسهلا فيك. بنرجع نذكرهم 5 شباط ما تنسوا أبدا رويال. كمان دكتور فادي نصر اختصاصي بأمراض الدم والأورام. دكتور ميرسي كتير على كل المعلومات وبكل شيء قلته، فعلا لازم يتطبق لأنه هيدا مثل ما قلنا بخفف شوي مينيموم، يعني بخفف على هالمريض كمان عبء تاني بده يحمله غير وجعه وغير اللي عم بيصير فيه كل يوم. أنا بدي أشكركم، أهلا وسهلا فيكم. هلا أصدقائنا المشاهدين بننتقل لوقفة صغيرة وبنرجع نتابع.